حلقة جديدة من صدى الأسبوع ومن أبرز عناوينها. مستشفى الثورة في تعز يحاول استعادة عافيته بحلة جديدة من الترميم. يونسكو تعتمد آثار مملكة سبأ اليمنية على قائمة التراث العالمي. محكمة في لحج تصدر عريضة إلزام لسيارة الأجرة لأول مرة. لاعب يمني ينسحب من بطولة للمصارعة رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي. بيع الفول السوداني تجارة رائدة ورائجة في الحصن بأبيان. شاكر بارحمة قصة نجاح شاب كفيف أصبح مدير لصندوق رعاية المعاقين في شبوة. تريم تحتفل وتكرم جهود الفنان التشكيلي هبشان لتمثيله لبلادنا في كأس العالم في قطر. شهد طفلة ريفية تبدع في صناعة تحف فنية من المخلفات الكرتونية. محمد هاني طفل صغير موهوب يغني باحترافية الكبار. اختتام مسابقة بطولة الجمهورية بلعبة الشطرنج في إب. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.